صباح الخير عن جديد لكل المتابعين ومتابعات. اليوم راح نروح نعمل من الاكلات اللي انا فعلا حبها. هلا كنا عم نضحك قبل شوي انه في شيء اكلات بالنهاية الاكل طيب، الله لا يحرمنا هالنعمة. دائما عم حاول اجيب لكم افكار ظريفة لطيفة، عم بنبسط قلبي من جوا هيك بيعمل عن جد، بدق بسرعة لما بعرف انه انتو عم تنطروا الصبح تفتحوا التلفزيون تشوفوا الشيف توهاما شو طابخة. نعمل مثل ما عم تعمل الشيف توهاما او ثاني يوم. اليوم اذا عندكم شرحات دجاج خلينا نعمل شرحات دجاج بالصوص الابيض او بالبشاميل فينا نقول مع خضار سوتيه. طبعا انتم فيكم تعملوا جنبه بطاطا بيوريه، ممكن نعمل جنبه منه رز ابيض، انتم اللي بدكم اياه. المهم هلا حنعرف كيف فينا نتبل شرحات الدجاج وتطلع معنا نهنها وطريه وطيبه. خلينا نتعرف على المقادير. هلا هون للوش انا هحتاج، طبعا انا هلا من هونيك رح نبلش، بس انا بالعكس بجي لهون لانه دول ما حاستخدمهم. هون في عندي اشقوان، حليب، زبدة، طحين وزبدة، هحتاج واحد من مكعب مرق الدجاج. هون عندي جزر، بطاطا، فطر، أي نوع خضرة أنتوا عندكم يا بتحبوا تضيفوا فيكم تضيفوا. هون في عندي شرحات من الدجاج، ملح، بودرة ثوم، أوريغانو وبودرة بصل، وهون في عندي زيت زيتون وفلفل أسود. هذا كل شيء رح نحتاجه. خلينا نتبل الدجاج مثل أنا وياكم سوا. هلأ أنا مشان الدجاج يضل عندي طريق، عفواً مشان يضل عندي طريق نحاول الشرحات ما يعني ما تخلوها كثير اللحام مثلا زقتوا له، لا تخليه دقه، خليها شوي فيها سماكه لحتى تطلع طريه من جوا. ليه؟ انا لما بدي رققها كثير كثير ممكن تشتغل معي للسكالوب، لانه اوريدي انا لما بدي لكها بخليط البني واجيت قليتها بتضل طراوتها من جوا محافظه عليها، اما انا لما بدي اجي اعمل شرحات اذا كانت شوي سميكه بتتقلى من برا ومن جوا بضل في طراوه، اما لما بدها تكون رقيقه وقليتها من الطرفين بتطلع مقدقده. فلهيك هلا تقريبا هيك السماكه بدها تكون، لا ترققوها اذا بدنا نعملها مقلايه تقلاي غير القلي غير السكالوب. هلا هون عندي شرحات رح اقيمهم واضيفهم. هي التتبيله دائما بعتمدها للشرحات لاي نوع اي شيء. انا بدي مثلا هلا بما انه احيانا بعمل دايت يعني ما تصدقوا كثير، احيانا تمرق بقى دغري بجيبهم بدي اقليهم على الجريل، بحط ملح فلفل هدول الشغلات اللي هن ملح بودره ثوم بودره بصل واوريغانو. طبعا برجع بقول ست البيت النكهه اللي انت بتحبي تحطيها حطيها، بس هي الاكله لانه مع البشاميل بتلبق لها كثير الاوريغانو، وفيكم كمان تحطوا البهارات الايطاليه طبعا مع رشه فلفل. هنشعل على الجريل، طبعا جريل مقلايه فيكم تشوون شوي بس انا ما كثير بحب صراحه الشوي، بحب تقلايه اكثر. هلا في ناس تقول لي انه للدايت ما بصير نحط ولا نقطه زيت، لا ما هذا الحكي ابدا ما هو صحيح، لانه الزيت اساسا نحن هنا ما بدي اقلبها تغذيه، بس اساسا الجسم بيحتاج كل انواع الطعام كل شيء، وممكن تكون كميه كثير قليله ما بياثر، مو ضروري نحط كاسه زيت لحسن يعني. يا الله ريحه الاوريغانو، يا الله ريحه الاوريغانو شو طيبه. هلا حروح على الغاز ونحط هون الشرحات، شايفين انه سماك؟ طبعا انتم حاولوا تبلوهم قبل بوقت. هلا هيك شوفوا ما احلاهم المهنهين بياخذوا العقل. هلا هي ما بقى بدي اياها، خليني اروح لاعمل الحركه السريعه هلا انا وياكم، اللي هي انا جنب منها بدي اعمل خضار، اي نوع خضره انتم بتحبوا تحطوه فيكم تضيفوه. هلا هون انا عندي حجيب البيركسه هي مشان دغري بدي احطها بالفرن. عندي فطر اي نوع، ممكن كمان يكون فطر فريش ممكن فطر قطع. هلا حنجيب البطاطا طبعا بالتقسيم اللي انتم بدكم اياها، هذا الحجم كثير مناسب. وفيكم مثلا تعملوا مثل الوجز بس هيك شكلها بيبقى احلى. حجيب كمان عندي الجزر، انا بدي اياهم قطع كبيره بهذا الشكل، رح اضيفهم بطاطايه وحده وخلص باقي هلا نعملهم شي شغله. طيب هلا انا هيك مثل ما انتم شايفين، طيب انا هلا هون شو بدي اعمل؟ حضيف زيت زيتون
ورشة أوريغانو، ملح، فلفل أسود بهذا الشكل، وراح احط لهم نقطة مي، حركهم منيح وحط لهم نقطة مي، وحغلفهم بالسلوفان وراح احطهم بالفرن على حرارة كثير عالية، لأنه أنا بدي إياهم يستووا بسرعة، متى ما استووا عندي كونوا تقلوا عندي دجاجات وترجعوا لعندي لحتى نشوف كيف حنطبقها مع البشاميل. يا عيني الله يسلم هالإيدين، يعني شفتي ما في خبرك قديش كنا مدموجين. مدموجين معك كثير نحن. إي والله. بس لو كان في شيء يمكن ما كنتوا اندمجتوا هذا الإنجاز. إي. كان قرقرقر كنا ما لحقنا. يعطيك العافية شيف. شكرا لك. بعد حب التملق صار وقت لحتى نرجع لعند الشيف تهامة لحتى نشوف لوين وصلنا بطبقنا الطيب كثير لليوم. نعم فكرتك حتقولي من حب التملق لحب الطبخ، لحب الطبخ لحب الكرش، هذا الكرش اساسي. كانك فنانه هيك وبزعل يعني. عادي عادي شيف عادي، هو 6 كيلو. ايه يعني هلا جاي الدنيا كمان على الشتوية، هلا كلنا ماشيين على نفس الطريق يعني. تفضلي شيف. شكرا شكرا لنا، يسعد صباحكم عن جديد لكل المتابعين والمتابعات. اليوم عملنا اكله طيبه، ما حارجع لكم انه من الاكلات باكلها وبحبها انا الحمد لله كله نعمه، اللي هي الخضار سوتيه مع الشرحات الدجاج بالبشاميل، ولكن نحن متعودين انه نحن بنعمل شرحات وجنبها الخضار او الرز، لا اليوم كلياتها بدي اطبقها بركسه واحده، حورجيكم كيف. هلا حاحكي لكم هون، بس قبل عشان ما ناخذ وقت كثير بتحميص الطحين بشاميل، حطيت هون عندي 50 جرام من الزبده يعني ربع القاله، مع 5 معالق من الطحين، حضيف نص الحليب او ثلثه، بحرك بسرعه بس مشان ما يجبل عندي، هلا حقوي الغاز. صوص البشاميل 5 معالق من الطحين، تاخذ معي 50 جرام من الزبده. هلا بس انا هون يمكن شويه بشاميل خففه اكثر نتفه بشويه مي، ليش؟ لانه انا بدي فوته على الفرن، لما بدي فوته على الفرن بقى بده ينشف شوي. يوم اللي انا بدي احطه البشاميل هو اساسا صوص سميك وحطيته بالفرن بده يطلع قوامه كثير سميك، لا انا ماني مضطره، برجع بنحط له شويه مي هلا من الحنفيه. لاحظتوا كيف فكفك عندي الطحين؟ اهم شيء تكون ايدي كثير سريعه لما بعمل البشاميل. حسيتي كبتر معك للاسف بدك تبدلي الطنجره، بتجيبي طنجره بتحطي منخله وبتنخليها لانه ما بقى بيفكوا. هلا هون حكمل عندي كميه الطحين ونحرك. حضيف هون عندي رشه من الملح، ما بدي اكثر لانه عندي هون مكعب من ورق الدجاج، هي ضفته. هحط نقطه مي، هروح على المغسله اعبي مي. بلش عندي يسمك، حضيف هدول المي، هخليه هون لحتى يغلي. هلا خليني اروح على هون احكي لكم شو عملت. عن جد ما شاء الله ما توقعت انه يستوي بهالسرعه، اذا انتبهتوا عندي هون مستويه البطاطا، هي بطاطا نحن بالعاده الخضار سوتين مساويهم على الجريل، انا لا حطيتهم بالبيركس، حطيت عليهم ملح فلفل واوريغانو زيت زيتون وشوي من المي، غلفتهم بالسلوفان، كان الفرن عندي حامي، كان هذا اللي ساعد انه يستووا بسرعه، وصاروا عندي جاهزين، بس كنت انتبهوا لانه ممكن ينحرقوا اذا ما فيهم كثير مي. هلا رح نجي على القطع الشرحات اللي انا ساويتها. شرحات دائما بتبلها بهي التتبيله بتعطي طراوه، وغير هيك انا لاحظتوا انه انا مالهم مدقدين معي، يعني فيهم طراوه لانه اول شيء هنا سماك ما جرت عليهم بالتقلايه، اهم شيء تتركوا فيهم سماكه. هلا رح قيمهم وصفهم فوق الخضار بهذا الشكل، يعني انتم لحالكم متخيلين قديش الطعمه حتكون جدا جدا رائعه، وبتزبط معنا مثلا عندنا عزيمه من الاكلات السهله، نحن دائما من هدول الاكلات اللي ما كثير بدها سكب خلص بس جاتوا هي، يعني كمان كثير بتساعدنا. هيك هلا هي ما بقى بدنا اياها، هنروح على البشاميل ونشوف شو صار فيه. بلش عندي يسمك البشاميل لحريك، حزروا شو عملت بغيابكم. اللي كانوا عم تابعوني قبل شوي في بطاطايتين زادوا. قبل هالمره انا عملتها لهي الاكله وكثير انسالت عليها، قليت ثوم بالطنجره، طبعا انا سقطعتهم وسلقتهم، قليت ثوم بالطنجره مع شويه من الشطه
حطيتهم مع بعضهم وزيت زيتون، كنت سال البطاطا حطيتهم فوق منها، هلا تركتهم شوي لحتى يستووا لانه ما كانت كثير مستويه البطاطا. لاخر شيء رح احط عليها شوي من الاوريجانو والاشقوه، يعني هاي لعشاء اللي بحبوا الحل. يعني انا عم حسسكم كانه نحن هون قاعدين. زاد عندي بطاطايتين طلعت معنا اكله ثالثه، وهيك شكله خلص عندي البشاميل. ومثل ما قلت لكم انا قصدا خففته، يعني اعطيته شويه مي زياده لانه انا وقت بدي فوته على الفرن اجباري بده ينشف. اذا بدكم تحطوه مثل ما هو صوص سميك بده مو ينشف، بده يلبصن. وهيك خلص عندي البشاميل، هلا حنروح ونسكبه على زبديتنا على البيركسه. نقول بسم الله يا سلام. عن جد انتم متخيلين لحالكم هلا كيف رح تطلع البيركسه؟ هي الكميه بتكفيني. هلا حجيب هون عندي الاشقوان وحطها فوقه بهذا الشكل. يا سلام، اكله اكله يعني، وسريعه وظريفه، واي صبيه صغيره فيها تعملها لماما تفاجئها فيها. بتصير معنا بالعزايم كصحن جانبي، هي اكله بس انه اذا عزيمه اجباري بقى بدنا نشكل وننوع. خليني نخلي هدول الثانيه. وهيك صارت البيركسه جاهزه. انتم شو متخيلين تكون الطعمه لحالكم؟ هلا انت عم تقولي اي صبيه صغيره، وانا انا وايا يعني ما انك متخيله هيك وشنا يعني. الصبايا الصغار رايحين اليوم يعملوها. عن جد انتم لحالكم هلا متخيلين بس تطلع من الفرن. بقول لك عم تتعلم هيك طبخ عن جديد يعني بتنفع معك. بس هي عن جد بتنجح معك ايا. والله؟ سهله. خلص. لا لا سهله. اتفقنا. خلص اعملي لي فولو على الانستغرام تلاقي. اعمل لك فولو. بتلاقيها نازله على الصفحه. ولا نسيت ما عملي فولو لبعد. يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي ناطرين يشوفوا الشكل النهائي لاكلتي اللي انا فعلا مبسوطه فيها. ما بعرف اقسم لكم اياها ولا ما اقسم لكم اياها صبايا، شو رايكم؟ على ذوقك. ما بعرف. لا مشان نحذرك. هلا هو انت مبين معك هيك وجوهنا. هلا انا متاكده اول ما بلشتي بالاكله رنا حتعملها، بس انا عم شجعك ايا. انا هلا بروح انا بتشجعك وانا رح انت بروح بقول لماما تعملها. هلا هلا الماما بتعمل لي اياها. هلا الماما بتعمل. انت اعمليها مع الماما مشان هيك نحاول ان شاء الله يعني معي نتعلم. انا حبيت كثير انه نحن حطيناها بالفرن. انا صراحه بعمل شرحات مثلا هيك مع صوص ورز وخضره وهيك، بس انه حبيت انه يمكن اطيب اذا بنحطها بالفرن. صح حتكون منغنغه اكثر نحن اكثر يعني. يا ويلي. اوه غير شكل. يا سلام. يلا املنا املنا الغداء تبع مش الحال. هلا بيصدقوا انك عم تاكلي كل الاكله. لا املنا الغداء انه انا بدي اعمل بكره اذا عملتها عملتها بالبيت. وانا هيك والله عم فكر اعمل لها لماما اليوم. انا بعكس عني الطبخه مرتين. انا 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 العزاب. انا بعمل لماما ايا ما بتعمل العزاب. سلام يا شيف عن جد شكرا كثير. يعني هيك مع اكلات الشيف تهامة هيك والوصفات الطيبه بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا معكم. Thank you.